السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله عندي معكم بسطلة ديال الحوت ومن طون غنخرج منها عاوتاني كيش. هاد الحشوة هادي كتمشي بالنسبة لبسطلة ديال الحوت والكيش رائعة ولذيذة بزاف، نتمنى تجربوها لينا. عندي هنا الحوت مخلط، عندي السيبيا مع الكروفيت، هنا عندي الكالامار درتو في الكوكوت، ديت عليه قطعتو درتو في الكوكوت، درت عليه نص حامضة عصرتها ورميتها القشرة ودرت شوية المليحة وديت عليها الكوكوت. من بعد تصفر حسبت 10 ديال الدقايق تيولي فتيها، كيولي كي الزبدة، كيولي فتي بزاف. هذا دابا خصو غير يتشحر وصافي، وغادي خصو غير يتشحر شوية مع الشرمولة وصافي. هنا عندي الفيلي ديال الميغلون على هاد الشكل كيكون. هنا عندي كروفيت كبارين قسمتهم على جوج، هادشي لي كاين. الزيتون الأخضر مقطع. عندي هنايا الشامبينيون دو باري طري مقطع، الا كان ما كاينش متوفر طري ديرو غير معلب حتى هو كيجي زوين. الشرموله هنايا ديال اللي غنشرملو فيها الحوت، فيها قزبر معدنوس، وعندي فيها واحد 4 ديال الدروس ديال الثومه كبار، ومعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، وواحد طرف ديال الحامض مسير. الطحونين كلهم ميكسين مزيان. هذه هي الشرموله. غادي نزيد معاها هنايا عندي بصلة صغيرة مقطعة صغيرة هكا مربعة صغار. نحتاج هنا شوية ديال بصلة بودر بصل بودر. نحتاج زهر دو بروفونس، أنا كاين كاع الأعشاب منسيمة، نحتاج شوية. نزيد شوية ديال الطوماطرا. عندي زويتة بلدية مليحة، وغادي ندير شوية ديال البزار وشويه ديال التحميره. عندي هنايا الشعريه الصينيه مسلوقه نيت في ديك الماء اللي سلقت فيه اللي طيبت فيه الكالامار، حيدت الكالامار وحطيت الشعريه فيه وصفيتها وقطعتها بالمقص، قطعتها رقيقه. غادي نزيد مع هاد الحشوه هذه غنزيد معاها لاصوص صوجا، وعندي هنايا صوص دويت خوا هادي ديال الهريسه. ان شاء الله غنحتاج شويه ديال الهريسه، الزيت البلديه، شويه ديال الزيت البلديه، البصله، كنحرك فيها مزيان حتى كتزين مزيان. هاد الاثناء غادي ندير الشرموله ديال الحوت، ندير واحد معلقه كبيره ديال الشرموله، كما بغيتكم غتعرفها مزيان حتى هو جات هاد المذاق رائع. كما بغيتكم الشرموله فيها حتى الحامض المعصر، تاخذ نص حامضة دقيقة. دابا غنبدا نحط الحوت، غادي نبدا بالحوت اللي غادي يشد ليا الطياب، غنبدا بالحوت هذا ديال كالامار حتى بعدا عندي البصله، هو اللي غنخلي لان ديجا عندي طويل، غادي عندي شويه غادي يشد الطياب. هنا عندي شويه ديال الثومه مذاق كتزدد اكثر. عندي شويه دو بصل بودر، شويه ديال العطريه ديال ارك دو بروفونس، هنايا الاعشاب منسيمه،
هذا شويه ديال البزار، هانتوما راز المعلقه ديال البزار ما تكثروش، واحد المعلقه صغيره ديال التحميره ما عامرهش بزاف، وهذا طبعا نحط الكالامار حتى داغي في ديال الحوت طري كيطيب صافي حتى هو ما كيجبدش طياب بزاف، طريف ديال الزبده ما طاب الحوت اللي درت في الاول غنحيدو يبرد وغادي نبدا كونتينيو نديرهم ديال الهريسه راه زعما معلقه على حسب الوقت ديالو الشعريه الصينيه غندير لاصوص دويتر غندير واحد شويه غرقة صغيرة تقريبا شوية د لاصوص صوجا دابا غندير الزيتون مقطع صغير ونفوق الملحة إلا ناقصة الملحة نزيدو هانتوما متكثروش لأن لاصوص صوجا راه مالحة وصوص دويتر حتى هي مالحة توازن المنسمات كتجي زوينه في البسطيله ديال الحوت رائعه ما كتغطيش على منسمه ديال الحوت هي هادي صافي طفيت عليه غنضو يبرد ونتلاقاو ان شاء الله في طويه ديال بعد ما بدلت لافاكس كنجي على هذا الشكل هذا خلطت كاع الحوت ميلونجيتو كامل كنخليه يبرد مزيان من بعد كنخليه على جنب كنجي هنايا الورقه ديال البسطيله البنات اللي درت معكم ديجا في البسطيله ديال الدجاج درتها معكم في رمضان كتجي رائعه نحطها معكم كتجي على هذا الشكل هذا البسطيله ورق البسطيله كما كتجي في لافاكس البنات المالحين معمر بها غادي ناخذ وحده نتوقع على هذا الشكل ندير الصوص بزاف هكا على هذا الشكل ندير شويه الفرماج محطوط هنايا الفرماج غاطي صافي كندوي عادي كنطوي من بعد كنشد دوبلها من الاحسن دوبلها باش تجيني اصلا الورقه رقيقه نعاود ندخلها الزلافه على هذا الشكل وكنعاود نطويها باش كتجيني على كتاخذ ليا الفورمه ديال الزلافه هذه الورقه هذه ديال الدار راه ما صلاح ديروا ليها لا زبده لا والو من غير بغيتوا تدهنوها من الفوق باش تاخذ ديك اللون الذهبي صافي كتجي على هذا الشكل هذا على شكل زلافه ندير شويه زبده دايبه غنبدا ندهن فيها غندهن البسطيله على هذا الشكل هنا من بعد ما كملت البسطيله دخلتها للفران غنبدا دابا بلي كيش عندي هنايا نفس الحوت اللي درت بهم البسطيله نفس هونيك غنزيد معاه غير شويه ديال السوغيمي غندير معاه شويه ديال السوغيمي باش كيجي له كو مبدل على البسطيله تي تقدر ديري فيها السوغيمي انا كنفضل لها كندير غير كيكيش صافي البسطيله كيجي بزاف الماء على حسب الذوق ديالكم بغيتو ديروا صافي البسطيله ديرو غير باش نبدلو لوغو كيجي لوغو مبدل يعني الا درتو في نص النهار مثلا كما درتلو انا بدلو لوغو ديروا الكيش بالمذاق السوغيمي والبسطيله خليوها غير بالحوت عادي صافي دابا غنبدا نعمر غنحتاج انا قوالب فرديه ديال الكيش كيجيو على هذا الشكل هذا صغير وراه عندي عندي هنايا غنحتاج لاباط فيتي عندي ديجا شريتها واجده نتوما بغيتو ديروا لاباط بغيزي بغيتو ديروا اي عجينه كترتاحوا فيها انا هاد لاباط فيتي كتعجبني ما كتكونش فيها الزبده بزاف كما لاباط فيتي كتبع يعني تقريبا كتشبه لاباط بغيزي من بعد لاباراي ديال الكيش غنحتاج فيها جوج بيضات قشدة طارية غندير واحد 200 مليلتر ديال القشدة الطارية عندي هنا معلقة ديال الحليب وعندي فرماج غابي
هادشي اللي غنحتاج في لاباغاي كيش. نبدا ان شاء الله في الطريقه. اول حاجه غنخلط بيضه، بيض جوج بيضات، ندير معاهم قشده طريه، 200 ملل ديال القشده الطريه، غنزيد معاها هذيك المعلقه ديال الحليب اللي قلت لكم، وغادي نزيد معاها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، صافي نخلطها. دابا غنخليها اطوطي، دابا نزيد معاها الفرماج، نزيد معاها فرماج غافي، نجيب العجين مورق بحال هكا نطلقو، نجيب مول يكون هنايا قطاعات تكون كبيرة شوية على المول اللي غادي ندير باش يجيني جوانب طالعين. غادي نقطع على هاد الشكل هذا، نعمر هنايا بالنسبة للحوت العمر. غادي نجيب لاباغاي كيش، نجيب شي ندير هاد الخليط اللي درت بهذا الشكل، راه ديجا فيه الفرماج فيه كلشي، الجهد اللي غادي تغطى ليا هذا هو القياس. نعمل شوز من كل شيء، غندخل على الفران تحمر لي ونشوف الفوق غاتينا مزيان، من بعد غادي نخرجها ونقدموها. طياب ديال البسطيله ولي كيش بالحوت كيجيو على هذا الشكل هذا رائعين. بالنسبه للبسطيله ملي خرجتهم من الفران درت عليها الفرماج غابي وداب عليها وزوقتها بلي كروفيت من بعد ما سوقيتهم شويه ديال الزبده، ولي كيش زوقتهم بعد ما ديموليتهم من المول كما كتشوفوا كانوا في المول ديالهم، كيجيو على هذا الشكل كيجيو رائعين. غنقرب لكم من بعد زوقتهم هنايا بلي كورنيشون وبسوريني وبسلاك صغار. الى هنا كنتهي الحلقه اليوم، وما تنساوش دعم القناه بالاشتراك والضغط على زر الجرس لتتوصل بكل جديد، وتنسوش لي اللايك فضلا وليس امرا. الى هنا كتنتهي الحلقه اليوم، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.